عودة محمودة لتجربة الصالونات الأدبية التي كانت رائجة في زمن مضى، كان لها دور كبير في ريادة الحركة الأدبية العراقية، تصدى لها مثقفون وسياسيون وأعيان البلد. ها هو صالون صوباط في البصرة يفتح أبوابه أمام الجميع، علّه يعيد مجد الثقافة والأدب والفنون إلى سابق عهده. علّه ليس بمعنى الحقيقة، لا هو هذا المعنى الحقيقي. يجتمع الناس هنا من مختلف الأطياف والأجناس، يتناقشون، يبحثون، يتسامرون بكل شيء له شأن بالعراق والبصرة بالخصوص. وفي أحد الأيام استقبل هذا الصالون شاعرة عراقية لتسرد قصائدها في حضرة الشعر، ولتتحول الجلسة بعد ذلك إلى نسيج بين الشعر والموسيقى. تنوء أضلاعك بالأبواق المكدودة الخطى أرصفة رمادية الصفحات مجدولة الضفائر كرخا ورصافة، فهل لذاكرتك رائحة الكتب القتيلة؟ فهل لذاكرتك رائحة الكتب القتيلة في السرايا؟ طبعا احنا دار صوباط الثقافية، للي يتابعنا او يعرفنا احنا دار ثقافية نقيم امسيات شعرية بالاضافة للامسيات الفنية، وايضا غالبا ما يرافقها كثيرا من الفعاليات اللي تضاف لهذا المكان. احنا بالاصل نادي قراءة، ودار صوباط الثقافية هي المقر الرئيس لنادي القراءة، وبالتالي نحرص على ان نقرب الجمهور للكتاب والشعراء، نقربهم من الكتاب ونحاول أن نخلي الكتاب في كل مفاصل الحياة. صراحة لأول مرة أحضر هيك يعني أسلوب بالحوار وبالقراءة، ما كانت مملة يعني للجمهور اللي موجود اللي حضر وشارك، يعني جلسة جدا مميزة وشرفتني وأسعدتني يعني بدعوتهم لهذا المكان. يمكن الأخوة هنا يعرفون أن أنا يمكن أول عريف. النقاش الذي يفتح في مثل هذه الجلسات يكون له دور كبير في زيادة قبول الآخرين وآرائهم المختلفة التي تغني المشهد الثقافي والسياسي ربما والاجتماعي أيضا. لذا مثل هذه الصالونات مطلوبة عملا وعددا في وقتنا الحاضر، خاصة مع مرحلة التي على كل الأصعدة. صلت على بيوتك الأقمار، فشرعت نوافذ الحنين والأبواب، دارت على نخيلك النجوم تعلق النذور والظلام، يقشر درع الحلم في هدهدة ما برحت، تغل في الروح فلا ينساب إلا العطر من ريحانه. بصراحة اليوم يعني اتحفتنا الشاعر رفاه الإمامي القادمة من العاصمة بغداد من عذوبة نهر دجلة كعذوبة قصائدها. اليوم استمتعنا وسمعنا شعر، يعني شعر تفعيلة وأيضا شعر النثر. بصراحة كانت القصائد وقراءتها قراءة مضبوطة، يعني نادرا ما نستمع إلى عنصر نسوي بهذه الإمكانية وهذه اللغة الشفافة، اللغة المضبوطة، اللغة العربية وحركاتها. يعني الحقيقة يعني طغت عن قصائدها حب الوطن، أيضا تغنت بالبصرة. ومن خلال يعني منبركم أيضا نشكر دار صوباط لدعوة الشاعرة رفاه وهذه الجلسة القيمة اللي شفتها. لابد من خطوات إلى الأمام، كل في ميدانه. عسى أن تنجح مثل هذه المبادرات الشخصية في تصحيح الإعوجاج الكبير الذي تعاني منه جميع مناحي الحياة في هذا البلد، ولابد لنا من التشجيع. كان معكم عمر السعد من البصرة لبرنامج ظهيرة الجمعة.